استاذ وائل، احنا كان واضح وزير الداخليه قال يعني بنادق الصيد هي يعني بنادق شخصيه بالنسبه لهؤلاء الضباط وهذا المنتسب، اسلحتهم الشخصيه وجابوها. برايك يعني ولو احنا يعني اليوم مو ضباط بالامن او اهل تحقيق، بس يعني برايك شلون ما حد سالهم عن هذه بنادق الصيد اللي سمعنا بها حتى فتره السيد عادل عبد المهدي؟ لا، هي أخي الكريم هذه البنادق هي توزعت عليهم بأيام عادل عبد المهدي، كانوا يستعملوها يعني بكل إفراط، ومعظم الشهداء والجرحى اللي سقطوا بالفترة الأخيرة من حكم عادل عبد المهدي سقطوا ببنادق الصيد، هذه موجودة. لأنه أعتقد لأنه ما صار أكو أحداث بالفترة الأخيرة بعد تولي سيد الكاظمي إلا هذه يعني اللي صارت قبل يومين ثلاثة، رجعت مرة ثانية ظهرت على السطح هي أسلحة الصيد. أعتقد السيد وزير الداخلية سيتعامل مع هذا الموضوع بحرفية.